أكثر من 50,000 قنبلة بمختلف الأنواع والأحجام ألقيت على محافظة إدلب وحدها، لدرجة أن التنقل في المناطق المحررة بات أشبه بالمشي في حقل من الألغام. وبما أن الوقاية خير من العلاج، نظم الدفاع المدني في إدلب وبالاعتماد على مدربين مختصين دورات تدريبية بهدف رفض المجتمع بكوادر بشرية مدربة وقادرة على نشر ثقافة الوقاية من مخلفات الحرب. حملات توعية لكافة المجتمع المحلي من منظمات، من شرطة حرة، من مدارس، والكل عم يقوم فيها حفاظا على سلامة الناس من مخاطر هذه الزخائر. عندنا بروشرات وصور للقنابل وتوعي من مخاطرها، والتوعي لازم تكون مستمرة على طول مشان نأمن سلامة المواطنين من مخاطر هذه الزخائر. يتم التدريب للفرق الشبابية وشرح الطرق الوقائية الصحيحة والتجاوب مع الحوادث الطارئة وكيفية التعامل مع مختلف أنواع القنابل وملحقاتها التي باتت تشكل خطرا كبيرا على المدنيين. وبدورها ستقوم هذه الفرق بعد إتمام اكتساب المعلومات والخبرات بالتنقل بين المناطق المدنية والقيام بحملات توعوية من شأنها الحد من مخاطر هذه المخلفات. طبعا الهدف من التدريب هو تزويدنا من قبل خبراء الدفاع المدني بزيادة مهارات فرقنا عن موضوع الألغام والزخائر وغير المنفجرة من خلال الشيء اللي هني عم يشوفوه على الواقع. يعني دائما نحن بنزيد خبرتنا من خلال تعاملنا وزيادة التنسيق مع الدفاع المدني. تأتي هذه النشاطات استكمالا للدور الكبير الذي يلعبه الدفاع المدني في حماية المدنيين وتأكيدا على دور التوعية المجتمعية في الحد من مخاطر مخلفات الحرب. لقناة دار الإيمان الفضائية علاء العمر، ريف إدلب.